شايفين الجمال؟ شايفين الناس اللي بتقول لك السبانخ لازم تتعمل بالطماطم؟ الناس دي مش عارف ايه، ما بيعرفوش يطبخوا ولا ايه؟ شايفين الناس اللي بتقول لك السبانخ لازم تتعمل بالطماطم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال؟ شايفين الناس اللي بتقول لك السبانخ لازم تتعمل بالطماطم؟ طماطم؟ الناس دي مش عارف ايه، ما بيعرفوش يطبخوا ولا ايه؟ عامة ادي يا عم السبانخ اهو، تتميز السبانخ بغنو الالياف. بحب عاملاها بالسبانخ باللحمه المفرومه، هسيب لكم لينك الحلقه في الكومنتات. السبانخ دي من اهم الوصفات اللي المفروض تاخدها في اي دايت، لانها غنيه بالفايبر بتعالج الامساك وغنيه بالمغنيسيوم، يعني الناس الكيتو واللو كارب دايت ومحتاجين المغنيسيوم قوي في الفتره بتاعت الدايت دي، وكذلك الناس اللي هي برضو في اي دايت او اي دايت مقلل فيه سعراتكم، لان عنصر المغنيسيوم بيفقد في اي دايت ولكن بيفقد بدرجات متفاوته على حسب حده انخفاض السكر في النظام الغذائي. شايفين الجمال؟ كل 100 جرام من السبانخ بيحتوي على حوالي 4 جرام كربوهيدرات، يعني انت لو خدت مج كبير من الكربوهيدرات يبقى انت تناولت فيما يقرب من 10 جرام كربوهيدرات على مدار اليوم، وطبعا كفيت احتياج الجسم من المغنيسيوم، وكفيت احتياج الجسم احتياج جسمك من الفايبر، وطبعا يعني تخلصت من حاجه يعني ذليله، الامساك يا ساده، الامساك اللي بيذل الناس وبتخلي الناس تخرج من الدايتس وبره خارج دايره الدايت خالص. طريقه السبانخ في عجاله يا رحاب، تعالي كده بعد اذنك. بصوا يا جماعه منظر السبانخ ازاي. ها طريقه السبانخ يا رحاب في عجاله. هي لحمه على الصاج تمام، وفلفل غزالي اللي هو الفلفل اللي هو انا هاكل. ها رحاب معاكم ماشي. فلفل غزالي وعادي، بتعمل لحمه على الصاج عادي، وبعد كده بتحط السبانخ والفلفل، وطبعا يفضل انا عاملاها بشوربه فراخ، كانت عندي شوربه ما برميش اي شوربه تمام، وسبتهم على النار، حطيت كزبره وملح وفلفل اسمر وحطيت فص ثوم تمام. عايزه اقول لكم والله طعمها حلو جدا، هي مش لازم فعلا تبقى بطماطم، وحطيت فلفل، واللي عايز يحط شطه يحط، ويحط فلفل اسمر يحط، براحتكم يعني، دي على حسب. وهنبقى نحط لكم كمان اللينك بتاع الصفحه بتاعتنا بتاع طريقه السبانخ. بصوا يا جماعه السبانخ عامله ازاي، والله بجد تسلم ايديك يا رحاب، والله بجد انت احنا يعني احنا من غيرك من الصفحه مش عارفين نعمل ايه. والله لا يا فندم ولا لا والله جميله جدا وطعمها جميل جدا. انا ما اعرفش انا كنت باكل زمان سبانخ بالصلصه ليه، ناس كتير جدا طب يا دكتور انا احط النص طماطمايه بتاعتي اللي موجوده في البرنامج، حط بس ما تزودش عن نص طماطمايه خلاص، لان الطماطم فيها كارب، وغير كده احنا بناخدها معصوره يعني مكسر الالياف، يعني بترفع الكربوهيدرات. وطبعا ستات البيوت بقى اللي بتدلدق في الصلصه بتدلدق، صح يا رحاب؟ رحاب فيها العاده دي لحد دلوقتي، يعني لو هو مش موجود بعمل. لو هي مش موجود بس انا بعرفها على مين، بس احنا محدش يعمل زينا، احنا بنثبت وزننا الطبيعي جدا، احنا بنثبت الوزن، ممكن نزيد كيلو 2 كيلو اخر 3 كيلو ممكن انزلهم خلاص، وانزلهم بسرعه وابقى عارف سبب زياده الوزن. اللي انا عايز اقوله لكم يا جماعه، وانت بتخس ممكن يحصل لك ثبات طبيعي مفتعل وثبات طبيعي غير مفتعل، دي نقطه مهمه جدا. فالثبات الطبيعي المفتعل ان هو حضرتك بتعمل حاجه غلط في الدايت بتاعك وانت مش واخد بالك ان هي حاجه غلط، ومصر وعنيد مع نفسك وتقول ان انا ملتزم، زي مثلا يقول لك يا دكتور حضرتك اشمعنى الفاكهه بعد الاكل مباشره؟ عشان الامتصاصات بتاعتها هتقل. طب يا دكتور انا باخد برتقان ويوسفي، بسمع كلامك، برتقان ويوسفي وكاكا وبلح وعنب بالكميه اللي انت كاتبها لي تحت ال 100 كيلو بس باخدهم بعد الاكل. بقول له يا حبيب قلبي حضرتك عصرت البرتقانه في بقك، خدت السكر من هنا ورميته في امعائك من غير سكر، يبقى انت اخترقت المسار اللي انت مبطنه. فدي نقطه مهمه جدا لازم تاخدها في حسبانك وتاخدها في اعتبارك، انك انت ممكن تكون ثابت في الوزن عشان بتاخد فواكه مسكره، او باعت فتره الفاكهه عن الوجبات، او بتعمل فري مرتين في الاسبوع، وده غلط لانك انت داخل نظام مفروض يا ما اكلت هتعمل ايه بالاكل، يا ما اكلت خلاص، انت طالما يا ما اكلت حضرتك يبقى انت ما قدامكش غير انك انت ايه تلتزم الصبر الفتره اللي انت بتخس فيها، او نقول بتعالج نفسك فيها من السمنه. ولازم تعرف قبل ما تبدا النظام الغذائي ما هو
سبب السمنه. ناس كتير جدا سبب السمنه بتاعتها هو زياده السكريات فوق احتياج جسمه، فبالتالي الجسم خزن دهون. وناس كتير جدا، وده الشائع اليومين دول بطريقه رهيبه جدا، اللي هو ايه؟ ان هو حضرتك بتاخد اللي هو عند حضرتك عندك مقاومه انسولين، ومقاومه انسولين يعني الانسولين مش قادر يدخل السكر جوه الخليه عشان في خناقه ما بين الخلايا وما بين الايه؟ الانسولين، فبالتالي بيرتفع مستوى السكر في الدم. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا، كيتو دايتس، بنسبه البروتين والدهون والكربوهيدراتس من داخل الحلقه. حلقه طويله، بس بص حضر ورقه قلم، لان انا ايه، وتحضر كالكوليتور عشان خاطر انت هتعرف تحسب نفسك نسبه البروتين ونسبه الكربوهيدرات ونسبه الدهون. خدت طبق السبانخ ليه؟ خدت طبق السبانخ ليه من قدامي؟ يا انا والشفا. فلازم تبقى انت عارف البرنامج الغذائي اللي انت داخله مبني على انهي اساس علمي عشان تبقى عارف. واتكلمت بقى على الحصوه، واللي واحد عنده حصوه مراره يعمل ايه، واللي شايل المراره يعمل ايه، واللي عنده مرض ضغط يعمل ايه. وحبايب قلبي، مرضى السكر النوع الثاني انا انصحهم باللو كارب ثم الكيتو، وانصح الجميع لو انت حابب الكيتو التدرج للكيتو، لان التدرج مطلوب. ما ينفعش ابدا ادخل برنامج غذائي بالعند عشان فلان الفلاني خس وفلان الفلاني حقق نتائج مبهره، وبعد كده اطلع منه اتخن تاني. ده في اي نظام غذائي مش الكيتو بس، خلاص. فمهم جدا لازم تعرف ان الدايت هو اسلوب حياه، الدايت انك انت تختار نظام يقوى بيك وتكمل بيه وتحضنه طول حياتك. هفضل طول عمري اعمل دايت؟ لا طبعا مش هتفضل طول عمرك تعمل دايت، ولكن هتفضل اول سنه وانت بتعمل دايت هتذاكر اللي هو الدكتور قايله لك، الكارب ايه والبروتين ايه والدهون ايه، وتذاكر هرموننا الحبيب هرمون الانسولين. روح اشوف الجرس بقى. ورجعت من الجرس وفتحت الباب، وريتني فتحت الباب، يا ريتني فتحت الباب. عامة هرموننا الحبيب اللي بنتكلم فيه هرمون الانسولين، هو مش حبيب قوي ولا حاجه، انا بتريق طبعا. هرمون الانسولين ده هرمون غدار بيبني دهون على مدار سنين، وخصوصا للناس اللي عندها عطل في الوظيفه بتاعته، اللي هو اصلا المفروض ان هو الواسطه الوحيده اللي هيتدخل السكر جوه الخليه. الواسطه دي مش شغاله بطبيعتها ومتخانقه مع الخليه، فبالتالي جسمك بيتخن بسبب ان الواسطه دي صعبه جدا التعامل مع الخلايا، فيما في حاجه بترفضها، فبالتالي جسمك بيبدا يحوش السكر الزايد اللي في الدم في صوره دهون. ده غير بقى الاعراض الثانيه اللي بتيجي ناتجه عن مقاومه الانسولين، من اهمها فيتامين د. وفيتامين د لما بينقص الكالسيوم بينقص، ووجع العظم بيشد جامد عليك، وطبعا الشد العضلي بيحصل نتيجه نقص الكالسيوم. ومش كالسيوم بس، حاجات كتير جدا، تلاقي عندك تكيسات في المبايض، وممكن تلاقي عندك ارتفاعات في مستوى الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثيه. ده غير ان ممكن ايدك تورم والرقبه تكون مغمقه لشهد العسل. طلعت قالت وفاهمه وهي بتتابعني، قالت يعني ايه مقاومه انسولين، وفاهمه يعني ايه مقاومه انسولين، وعارفه ايه الحاجات اللي بتخسس واللي بتتخن. ربنا يحميها. خلاص، الى لقاء، الى وصفه اخرى. السلام عليكم.